نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رباه ربه، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية. فهو أخشى الخلق لله. وعندما تتأمل في حال وصفات المخبتين لله، استمع إلى قول الحق جل في علاه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هؤلاء المخبتون هم أصحاب الجنة، المنكسر لله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وإن انكسار العبد لله أعظم من كثير من عباداته. وكثير من الناس يؤدي العبادة لكن لا يجد في قلبه انكسار وذل للحق، فلا ينال من الأجر ما ينال المنكسر وإن كان أقل منه عملا. ولذلك أخبر الله عز وجل أن أفضل العمل العمل الذي يكون صاحبه مخلصا وإن كان قليلا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. فإن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. الإخبات، الذل والانكسار لله. قال الله عز وجل: وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذه هي صفة المؤمن يا إخوة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه صفات المؤمن الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال الله تأكيدا للحال: أولئك هم المؤمنون حقا. فنال من هذه المكانة نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل درجة. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء المخبتون. ولذلك أخبر الله عن نبينا صلى الله عليه وسلم: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، يعني في هذه الأمة. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قبلها هناك قال: وأمرت أن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق، كان أكمل الخلق خلقا وخلقا وعبادة وذكرا وخشوعا وذلا وصبرا، كلها في جميع المجالات نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بكتاب غير منصرم، أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أقواما من الرمم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم. فنبينا صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، وتحظى فقط بصحبة محمد عليه الصلاة والسلام. لأجل هذا أيها الإخوة، كان هو أكمل الناس في كل حال. فتأمل حاله مع كتاب الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قلت: يا رسول الله،
أو أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه حتى وصلت قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. يقول ابن حجر رحمه الله: تذرفان لأنه كان يتأمل في القيامة وأهوالها والشهادة يوم القيامة وفي الخلق. هذه المعاني العظيمة كانت تدور في خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأثر لما يسمع. عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حتى في صلاته تجد هذا الخوف يسير معه. ولهذا يقول عبيد بن عمير رحمه الله: قلت لعائشة رضي الله عنها: ما أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو المجاهد العابد المبتسم الخلوق المصلي الصائم الحاج الذاكر لله، أيضا هو المخبت الباكي الخاشع لله. أكمل الأحوال حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيل لما شعر بآلام الموت تسري في جسده الشريف، يدخل على عائشة فتقول عائشة: ورأساه. قال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه، وصدق بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فقال: وما ضرك يا عائشة لو مت وأنا حي؟ فغسلتك وكفنتك ودفنتك وصليت عليك. قالت: لو كان ذاك يا رسول الله والله لكأنك قد ذهبت إلى بيتي وعرست بإحدى زوجاتك. فتبسم صلى الله عليه وسلم وهو يشعر بآلام الموت، لكن تبسم للموقف، لأن هذا الجسد الشريف صلى الله عليه وسلم استطاع أيها الإخوة أن يحتوي العالم كله في أفراحه في أتراحه في كل المواقف. وتتخيل في هذا الموقف حتى في آخر يوم مات فيه يقوم على قدميه وقد ذهبت منهما الحياة، كان يخط بهما خطا في الأرض كأنها آثار قديمة، لكن تبين أن لكل شيء نهاية، وأن هذا الجبل الشامخ عليه الصلاة والسلام له مرحلة. قبل شهر وهو يذهب يجاهد إلى تبوك، ولكن الآن القوى انحطت ضعفت، فيتحامل على قدميه الشريفتين ويفتح سترة عائشة وينظر لأصحابه في صلاة الفجر وهم يصفون خلف أبي بكر من يريد أن يأمهم بعده، فيتبسم صلى الله عليه وسلم. لما رأى إشراق أصحابه نسي آلام الموت السارية في جسده الشريف فتبسم. طفح السرور علي حتى إنني من عجب ما قد سرني أبكاني. فنبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق في كل حال، ومع هذا وهو في الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل. في هذه اللحظة وهو الخاشع المخبت يسمع بكاء الصغير فيخفف الصلاة حتى لا يشق على أمه. هذا الخشوع الذي نحتاج إليه أيها الإخوة. فعائشة تقول: أعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دخل علي ليلة من الليالي فقال: يا عائشة دعيني اتركيني أصلي لربي. قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي، والله إني أحب قربك وأحب ما يسرك، أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت: ثم قام فتوضأ فقام يصلي فبكى بكاء شديدا حتى بل حجره، ثم جلس فبكى بكاء شديدا حتى بل لحيته، ثم لم يزل مصليا وبكى وهو ساجد حتى بل الأرض بدموعه، فبات ليلته باكيا حتى الفجر. فدخل عليه بلال يؤذنه لصلاة الفجر فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا.
قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتدبر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني رحمه الله. لكن انظر أخي الكريم لحال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينطلق مع أصحابه ويمر على قبر أحد الناس ويأخذ ينكت بعود على القبر ويقول: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. يذكر الآخرة، يتذكرها في كل موطن، يزور ابنته وابنها في النزع الأخير، فيحمل صلى الله عليه وسلم، مجرد ما حمل الصبي فاضت روحه، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله أو تبكي؟ قال: رحمة يجعلها الله في قلوب من يشاء من عباده. فتتأمل في كل موقف هذا الرجل القريب من الله، الخائف، المخبت، المصلي، العابد، ثم مع هذا في الدعوة يذهب ويدعو الناس إلى الله ولم يجبه أهل الطائف فيعود باكيا مخبتا يقول: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. فتتأمل أخي الكريم في أخلاقيات هذا الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أصحابه، فخطب خطبة لم أسمع مثلها قط، ثم قال: لقد رأيت الجنة والنار، وما رأيتك اليوم في الخير والشر، والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول عبد الله: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين بالبكاء، لم يمر عليهم يوم أشد من ذلك اليوم ولهم خنين بالبكاء. انتهى المجلس والمجلس يرج ببكاء القوم. كان الصحابة يتأثرون لما يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون أحواله. أبو بكر الصديق وهو خليفة المسلمين قدم إليه ماء في يوم من الأيام، فلما رفع الماء بكى فترك الماء، فبكى حتى بكى كل من في المجلس. فلما هدأ استحى الناس أن يكلموه، فرفع الماء ليشرب وكان عطشانا، فلما رفعه إلى فيه تذكر فبكى، فأبعد الماء فبكى وبكى كل من في المجلس. فعاد مرة ثانية لما هدى يريد أن يشرب فتذكر فبكى وأبكى كل من في المجلس. فلما هدى قال القوم: يا خليفة رسول الله، ما لك؟ ما الذي جرى؟ قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن معنا أحد، وإذ به يبكي ويقول: إليك عني، إليك عني. قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، من تكلم؟ ليس هنا أحد غيري. قال: هذه الدنيا أتتني عاضة تقول: فتني يا محمد، فأخشى أن أقع في فتنتها. فأبو بكر يقول: خافها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخشى أن تنالني فتنتها. أبو بكر الموقف أثر عليه لأنه يخاف إخوتي الكرام من فتنة الدنيا، فلنحذر. ولأجل هذا الصحابة الكرام عرفوا هذا من حبيبهم صلى الله عليه وسلم، من هذا العابد المخبت لله. عند موته يقول: يا عائشة، ماذا فعلت في السبعة الدراهم التي أمرتك أن تتصدقي بها؟ قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، شغلت بمرضك
قال: يا عائشة، أو يلقى محمد ربه وفي بيته 7 دراهم؟ قومي تصدقي بها. هذا الحال أيها الإخوة،